مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. يوم الاثنين منخفض جوي خماسيني وتسود الأحوال الجوية الخماسينية، أجواء حارة جافة مغبرة وحارة نسبيا وليست حارة بشكل مطلق. وإن شاء الله يوم الثلاثاء والأربعاء انخفاض تدريجي على الحرارة، والخميس والجمعة أجواء معتدلة نهارا ولطيفة ليلا. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ بالأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد، ليوم الاثنين عفوا. يوم الاثنين تسود الأحوال الجوية الخماسينية، وبالتالي تكون الأجواء حارة نسبيا جافة مغبرة، درجات الحرارة أعلى من المعدلات، هناك رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية وأيضا المناطق الشرقية، وبالتالي إزعاج الذين يعانون من الأمراض النفسية وأيضا الجهاز التنفسي وأيضا العيون. نرجو للجميع السلامة وأخذ الحيطة والحذر. ودرجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية 34 العظمى والصغرى 20، المرتفعات الوسطى 31-21، المرتفعات الجنوبية 30-19، الأغوار والبحر الميت 41-27، وخليج العقبة 42-25، والبادية الجنوبية الشرقية 33-22، والبادية الشرقية 35-24 درجة مئوية. يوم الثلاثاء تبقى الأجواء مغبرة في المنطقتين الجنوبية والجنوبية الشرقية وأيضا الشرقية، لكن يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض واضح وتدريجي على درجات الحرارة، يتلاشى الغبار تدريجيا ويتحسن مدى الرؤية الأفقية تدريجيا. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 29-17، المرتفعات الوسطى 28-16، يعني راح تكون حول معدلها تقريبا يوم الثلاثاء، المرتفعات الجنوبية 27-13، والأغوار البحر الميت 41-26، وخليج العقبة 40-21، والبادية الجنوبية الشرقية 34-18، والبادية الشرقية 39، أجواء حارة جافة مغبرة 39-23 درجة مئوية. يوم الأربعاء انخفاض آخر واضح على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء لطيفة في النهار تميل إلى البرود ليلا في المناطق الشمالية العظمى 26 والصغرى 17، المرتفعات الوسطى 24-14، والمرتفعات الجنوبية 22-11، والأغوار البحر الميت 36-21 درجة مئوية. أجواء حارة نسبيا لكن أخف من أيام الاثنين والثلاثاء، تعود يعني تقريبا بالنسبة للأغوار انخفاض واضح على الحرارة، والبادية الجنوبية الشرقية أجواء مغبرة 30-15، وخليج العقبة أجواء حارة نسبيا 35-19، والبادية الشرقية 35-18 درجة مع أجواء مغبرة. يوم الخميس أيضا استمرار الأجواء اللطيفة في النهار والتي تميل قليلا إلى البرودة ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، المرتفعات الشمالية العظمى 26 والصغرى 15، المرتفعات الوسطى 23-14، والمرتفعات الجنوبية 23-12، والأغوار البحر الميت 36-21 درجة مئوية، وخليج العقبة 35-20، والبادية الجنوبية الشرقية 29-16، والبادية الشرقية 32-18 درجة مئوية. أما يوم الجمعة ارتفاع قليل على الحرارة، لكن بتكون الأجواء تقريبا ما بين لطيفة إلى معتدلة في النهار وأيضا لطيفة ليلا، لكنها تميل قليلا إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 27 والصغرى 17، المرتفعات الوسطى 25-16، والمرتفعات الجنوبية 23-14، والأغوار البحر الميت 37-22 درجة مئوية، وخليج العقبة
37 إلى 21، والبادية الجنوبية الشرقية 29 إلى 19، والبادية الشرقية 33 إلى 20 درجة مئوية. مشاهدينا، نتمنى للجميع السلامة وأوقات ممتعة إن شاء الله في أجواء ربيعية باستثناء يوم الاثنين وجزء من يوم الثلاثاء، ونتمنى للجميع السلامة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع